عارفين دابا السي نور الدين. اجي خرج انا عطيني فلوسي هما الاولين بعدا. اش من فلوس؟ اش فلوس راه جاو الفلوس اللي تيربح من الفيديوهات. ايه جاو دابا غنمشي نعطيهم ليه. واه خاصهم يتقسموا على ثلاثة. والله كنت معاك لا لحد الله لا يتقسموا على لا ما كاينش هذيك. وانت تا ولد خاب ناكلهم بوحدي. لا 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 والله لا ديتي لي حاجة تاعتي. الأستاذ أديب انتم حطكم ليا شكون؟ الأستاذ أديب حسم في هذا الموضوع. ما كاين حسم في هذا أديب هضر من الطوموبيل وقال لي راه قال لي هكاك بالعاني. انتهى الكلام ما كاين هذا الكلام. انتهى الكلام الأستاذ أديب راه حسم في هذا الشيء. ما أديب فرق على ثلاثة. تبع عليك فرق ما والله لا كنت معاك لا الحب. انت باش تشري لابارتمون عندي بغي نبيع دار انت ديتي البلدية كاملة خطفتيها. واش بغيتي عندي انا تابعني؟ ايوا انا اتفق معايا شوف وين قلت والله انت اللي تابعني راه انت اللي تابعني فين ما مشيت تابعنيش بيني وبينك. واش انا خداك ليا با هادشي اللي كاين. سير عطيني اتصال الله يرحم الوالدين نقسم معاه ولا نقسم معاك انت اللي شتي نقسم معاك انا. قسم معايا انت داكشي اللي خاطر. عطيني انا الثلث الكايز راه في الحبس ماشي الكايزه ولا الكايز. والله نور الدين هذاك النهار تهضر معاك اديب وصيف في حالات قال لي نهضر معايا اديب نهضر معاك. دابا قال لك انه الحاج كتستغلوا الصوره ديالو كتستغلوا الاسم ديالو. والله انا واش عباد الله ما كتبغي لا حاج ولا حاجه. واش بغي عتبغي كيجيو بالحاج وقع معايا الله يرحم الوالدين. انا غتقابل نمشي ندي مويا مريضه بغيت نداويها بغيت نشري لها الفاني تاع الطونسيون نشري لها. الله يشافيها الله يشافيها الله يشافيها الله يقتلك. توافق معايا. المهم راه حسمنا في هذه القضيه لا ما باقي تفرها دابا. شوف والله لا ديتي دابا شوف دابا والله كاع دابا قبل ما نعطيك الفلوس اتفقوا واش بغيتي ديروا. واش بغينا نتفقوا عطيني حتى هكا كنتفق بالضبط. ولا شوف الا هاد الفلوس هادو فيهم نزاع المحكمه هي اللي غادي تبت في هاد الشيء. نمشيو معاك كافوت المحكمه. لا ولكن ما يتقاسوش لا المحكمه حتى لا المحكمه لا شوف مشي معاك المحكمه اش تسني ودي لي تاع الخروج. انت ما حشمتي كاع ما بالك واحد الشارع العالم عرفك بنت صفار في البلديه وخطاب وخطفتي كل شيء. واش بغيتي عندي انا وانت العالم كله هو عارفك كنتي تتبيع الشوكولات بزاف كنت تباع فيها عليا الله. ما ساليناش درت انا من هاد الشوكولات انت اللي درتي منه. ايوا المهم اصبر معايا الله يرحم لك الوالدين. وليتي داير الكيشيه عاوتاني اللي رجع ليه عقلو ورجع للمجتمع بقاو نتوما تتجبدوا ليه الشكرات. راه فاسد ربي راه حمدت الله وشكرته. ودابا شوف دابا هاد الفلوس هادو غادي يجبدوا السطع غنمشيو نحطوهم في صندوق المحكمه تنشوفوا واش كاين. وحطوا فيديو داك صندوق المحكمه دروكا اللي تسني هو يحسم في القضيه الاستاذ الاديب. واش باغي السيد اش حسم لا حسم لا هو ولدك اللي بغا يمشي للحبس. حنا ماشي وهذاك العون القضائي ولا شي يقول لك الحياه امه اللي قاعدين تيدوروا على الضيوف. تفق معايا ايوا ساليتي انت بغا يبقى ولدك. تفق معنا واحد الشويه عطينا وعدكم مشى تاع التساع الله يرحم لك والديك. انا خرجوا لي عقلي الله ينعلبوني ما يحل حتى بلا دباكاكش ما باقيش نهضر والله. وانا بنمشي انا عند غياب نسكن عندهم ونهني هاد القضيه كاع. شوف دابا هاد الفلوس كي قلت لك السي نور الدين غنديهم وغادي نحطوهم في صندوق المحكمه. والله لا حطيتهم في صندوق انا ما خصني ما خصنيش نطيح عليهم الروح. انا غادي نطيح الروح وطيح تيقتل صافي شي واحد بولاد. انا غادي نطيح الروح يا بوتي هذا بيعطيها لك الله. انا ما بغيت الروح. انا رزقتي انا بغيتك تمشي مع امي حتى تجيني الموت. تولوت راه قاعد معايا محشف معايا قرجلتك عليه. راه الشكولات اللي تيحشفك بيني وبينك راه الشكولات اللي تيحشفك. انا ما باقي والو عفا عليا الله. اتفق معايا الله يرحم لك الوالدين. واش انت بتبقى الا كاين هكاك بيني وبينك. شوف نور الدين جوج كلاب مكتفين وعاود جوج كلاب متلوقين اش بيني وبين حياة امك ومالك. اتسنت وخو معايا على الله. الله يرحم لك الوالدين. هاد الفلوس انا خونا اسمع تتعرف شي محامي. المحامي هو الله. شوف غادي تشوف اتسنط انا ما طلعت محامي. هاد الفلوس غنحطوهم في الصندوق وسير دير شي محامي. ما بغيت اخويا علاش بنقبض كاع في هاد الفلوس اللي بندير عليهم محامي وبيدخل لي باق معاهم. ستة فين غادي انا ردتي؟ غادي للحمام اش بغيتي فيا؟ يا فوجتي الله يعطي لامك المسخ امك اللي بوجات اتفق معايا بصحة. درتي الفلوس نور الدين نشري غير شي موتور جديد. شتي فيها هاك الصباح لا واش حتى الحمام ما كيتوقعوش. راه كان من هاد المزاح حتى والو. قمعنا الله يرحم لك الوالدين. اوجاك مصلوح اليوم. السلام عليكم الحاج. واش انت ما تتخلص؟ واش بغينا نخلص؟ الله يجعل البركه فيك معايا. واقيلا ما تيخلص. نعم يا اختي واقيلا ما تيخلص. علاش؟ سالي ليه السي عزيز الله يجعل البركه بالسي الكرماعي من ديما سالي ليه ما تيخلص عنده البصره وما تيخلص اللي مقطوع عليه تيولي رجليه والله غادي يحن عليه وتبعني انت بالحمام. ولا انت يا بصير وما سيتوقك انا عطاني الله اش بغيتي عندي تدخل معايا حتى الحمام الصباح لا اش بيني وبينك فين هو هذا اللي هنا؟ ها هو واخا طلع فين بغيت يطلع صاحب البلد ديالك اخويا راه فاك سيد ما تخلصش من عنده. لا خويا هذا ما انساني هذا ولكن مول الحمام راه داير على قبل اللي محتاج اللي معوق ولا شي حاجه. هو ثاني هو ثاني انا خوش عطاني الله اش بغيتي عندي انت دخلنا عليك بوجه الله اش بغيتي عندي. ايوا هاي راه فاك تفهم يا هادشي اللي كاين ديما ديما حمراء بوسه بوسه هاكا يلا صيد باش ندخل معاك. وبالك عليا واش بغيت نسلت انا حوايجي قدام الناس سيب لي هذاك عطيني كلشي تاع التيسان لا لا تاع تمك وانت انا تابعني بيه وتفق معايا الله يرحم لك الوالدين. والله نهار الدين تنبغي خجوقتك واخا تضل تابعني بهذا الشيء. والله البارح كنتي في الحمام وعطاني اليوم واش بغيتي بيا كنت مصابر واش انا بغيت نعوم دابا جاي كنت مصابر اش بغيتي عندي. فوجتي مسخط الوالدين سير بيها هذاك انت اللي فوجتي تفق معايا. والله خ معايا خلينا مع هاد الجمهور مزيان. لا سالت باش تدخل نجي بعالي والله لا سالت شي حاجه ما خرجتي في حالاتك. عيط اخويا هذاك السيد اللي تيقابل هنا خرج. واش باش يهضر مع السيد؟ خرج في حالك خلينا الله يرحم الوالدين.